شيء، استسمح الجميع لتصل الى الموقع الشعيب. الخدمة العمومية للمياه مشروع ضخم، مشروع استراتيجي له بعد أكيد تحسين الخدمة العمومية للمياه، كذلك عنده بعد اقتصادي. بعد اقتصادي لماذا؟ لأنه المياه اللي كانت موجهة لمياه الشرب راح توجه للقطاع الفلاحي، خاصة أنه ولاية عنابة والطرف وخاصة ولاية الطرف بها إمكانيات فلاحية أرضية خصبة، مساحات شاسعة، سهل. ولاية الطرف معروف، كذلك يعلم الجميع بأنه الجانب الفلاحي هو أحد الركائز الأساسية والقاطرات الأساسية لتنويع الاقتصاد خارج المحروقات. ربط محطات التحلية، محطة تحلية كودة الدراوش بالطرف بشبكة توزيع المياه الصالحة للشرب كما يعلم القاسي والدالي. هذا المشروع جاء في إطار التعليمات اللي أقرها السيد رئيس الجمهورية، وهي تعميم استعمال محطات تحلية مياه البحر على كامل الشريط الساحلي، خاصة مع النقص وظاهرة التغيرات المناخية. النظرة الاستباقية للسيد رئيس الجمهورية كانت بإنجاز هذه المحطات، محطات خمسة بالإضافة أربعة بالإضافة إلى محطة الطرف.